يعرف النادي الرياضي للهواة الأهلي الجنكاوي فرع الجيدو بالمركب الرياضي 1 نوفمبر 1954 بولاية الجلفة إقبالا معتبرا لممارسة هذا الفن النبيل الذي له تاريخ عريق، لكن هذه الرياضة لم تتلقى الاهتمام اللازم من قبل الجهات الوصية، خاصة وأنهم يفتقدون للعتاد الرياضي لممارسة الجيدو، بالإضافة لعدم توفير قاعة كبيرة لتسع الرياضيين، كون أنهم يطالبون بتوفير النقل من أجل منافسات محلية ووطنية، في انتظار التفات وزارة الشباب والرياضة لهذا الفن النبيل وإعطائه أولوية لممارسته والتعريف به أكثر. اول حاجه جيدو هنايا راه في الجلفه ماهوش جديد، راه قديم ياسر في الجلفه، بصح من هذاك الوقت مازال ما داروش حاجه اللي كانوا شادين جيدو. دوكا فتحنا هذه الصاله، جاتنا هذه الامكانيه، فتحنا عندنا صاله عاده من الواتر كاري، عندنا فيها واحد 35 والله اكثر اتلات، فهمني دوكا هذه اللي شرحت فيها. عندنا سابوطاج، سابوطاج دوكا لحد الان راه كاع في السبور في الجلفه، خاطر اش هذا من بكري شادين نفس القاشي شادين هذا السبور. دوكا نحوسوا على وجوه جديده في السبور هذا، نجيبوهم لنا من الجي، عندنا هنايا الله يبارك، عندنا كفاءات، عندنا الشيخ نادر، عندنا الشيخ قاده، ما شاء الله هذو يقدروا يشدوا جيدو هنا في الجلفه. جيدو راه الله، انا كي نروح منا ومنا نحشم نقول يا ودي انا نخدم جيدو في الجلفه، سما الجلفه راه دوكا محطه في جيدو. هذا النادي الرياضي هو اهلي جلفاوي، انا مده سنتين هنا في القاعه هذه، القاعه بعد الدراري ما عندهاش واش تديروهم، نحوس على قاعة كبيرة، ماذا بينا على السلطات المحلية ومعنية ماذا بهم تجي هنا القاعة باش تشو هذه أصلا في 8 مواد أقل من 8 مواد، نحوس على قاعة تعد كبير، ماذا بينا نتمناو تعد عندنا بطولة جهوية ووطنية، ولماذا إذا كانت عربية ولا إفريقية؟ هذا براعم من 15 عام حتى 4 سنوات.